شهر بالتمام يفصل عن إطلاق صافرة بداية كأس إفريقيا للمحليين لكرة القدم بالجزائر. الهياكل والمنشآت جاهزة ولا ينقصها إلا بعض التفاصيل. الجزائر مقبلة أيضا على الترشح لمواعيد رياضية أخرى، والهدف الأساسي هو أنه نحب نفوت رسالة باللي احنا جاهزين تنظيميا، جاهزين من ناحية التجهيزات، توسكي انفراستركتير انتهينا منه، الآن احنا مطالبين أنه نضمنوا أنه هذه التظاهرة تكون في أحسن الظروف. الجزائر التي تملك التقاليد والخبرة في تنظيم مختلف المنافسات الرياضية ونجحت في احتضان الألعاب المتوسطية الصائفة الماضية ستكون أمام تحدي جديد. كل القطاعات المعنية مباشرة بتنظيم الشان، تعليمات السيد رئيس الجمهورية هو أن نكون قد المسؤولية وما عندناش يعني حق باش نخطئ. المهمات وطنيه، اذا حنايا اون با لو دروا ليرور، وان شاء الله اون با ريبريزونتي دينيومون نوتر بيي ان شاء الله كوم سايتي توجور في. بلد يملك كل الامكانيات وشعب يعشق الرياضه ويتنفس الكره لا يمكن الا ان يحتضن المواعيد الرياضيه القاريه والدوليه كالالعاب المتوسطيه وكاس افريقيا للمحليين.